الكوباية السحرية والمية السحرية اللي هتشلك الشعر من الجذور وهتفتح بشرتك وهتشلك اي شعر زائد حتى لو كان الشعر كثيف جدا عندك، هيخليكي صلعاء ملساء بدون ولا شعرية. المية السحرية اللي بمجرد ما هتحطيها على الشعر الكثيف هيختفي تماما من اول مرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا باخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مايا من قناة وصفات سحرية مع مايا. النهاردة حبايبي جايبة لكم وصفة حلوة جدا جدا للعرايس اللي مستعجلين وعايزين حاجة تنسف عندهم الشعر، الناس اللي بتعاني من الشعر الكثيف في المناطق الحساسة وفي الجسم، الناس اللي بتعاني من سواد في المناطق الحساسة وكمان في الجسم، وكمان عايزة ازالة تامة للشعر وكمان تكون اقوى من الليزر. عايزة اقولك الوصفة ديت بمجرد ما تستخدميها هتلاقي منها نتائج حلوه جدا. قبل ما ابدا وصفتي، لو اول مره تشوفي قناتي ما تنسيش تضغطي على زر الاشراك الاحمر وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، لايك للفيديو فضلا وليس امرا. الوصفه سهله وبسيطه، هتعمليها في بيتك في دقائق بس نتائجها بجد فعاله، بتخلي الشعر يسقط بدون عوده نهائيا وبتخلي الجسم ابيض زي القشطه، وكمان بتخلع لك الشعر اللي تحت الجلد. هنبدأ ناخد كوباية من المية الدافية، هتكون مية دافية مش سخنة، انا عايزاها تكون دافية. هتبدأي تاخدي كوباية الا ربع من المية الدافية زي ما انت شايفة بالشكل ده، وهتبدأي ان انت تاخدي وتزودي على المية الدافية بتاعتك الخل الابيض. والخل الابيض من الحاجات اللي بتخلي الشعر يختفي تماما وبيسقط وما بينبتش نهائيا. الخل كمان بيفتح الجلد وبيبيض، الخل بيخلع لك الشعر اللي تحت الجلد. هتبدأي تاخدي الخل الابيض، وطبعا هنا بقى في الوصفة دي بالذات ما تقدريش انك تستبدلي الخل الابيض بالخل التفاح، للأسف لازم تستخدمي خل ابيض في الوصفة دي بالذات. حطينا قد ايه خل؟ حطينا معلقتين من الخل، وهنبدأ ان احنا ندوب معلقتين الخل الكبار على كوباية الا ربع من المية الدافية بالشكل اللي معايا ده. بعد كده بعد ما قلبناهم مع بعض بالشكل ده، هتبدأي ان انتي تاخدي بقى المكون ده، وده من الحاجات اللي بيخلي الشعر ما ينبتش تاني وبيفتح جدا وبيشد عندك كمان الترهلات اللي بتكون في المناطق الحساسة، وكمان بيبدأ ان هو يفتح لك ويخلي الشعر يتطاير نهائيا. وهو الشابة العادية خالص بتبقى احجار بالشكل ده، بتجيبيها من عند العطار، هناخد منها نص معلقة مطحونة، بتطحنيها انت في البيت او بتجيبيها من عند العطار مطحونة عادي، وبتبدأي تقلبي المية بتاعتك السحرية مع الشابة والخل كويس قوي بالشكل ده. اهم من الوصفة يا بنات طريقة استخدامها وكمان الاستمرار عليها، لازم تتبعي كل اللي انا هقوله لك في الفيديو علشان الوصفة تجيب معاكي نتيجة كويسة. هنبدأ ان احنا ناخد، وده علشان السلوليت، نعالج السلوليت وكمان نبدأ ان احنا نفتح الجلد، وكمان نبدأ ان احنا نخلي الحبوب الصغيرة او الشعر اللي بيكون تحت الجلد يبدأ يتطاير معايا ويتشال بشكل نهائي. احنا هناخد بالظبط كده نص معلقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان، وهنبدأ ان احنا ندوب كويس جدا ونقلب بالشكل ده بحيث ان هما يتجانسوا تماما مع بعض ويتدوبوا تماما مع بعض. بعد حبايب قلبي ما قلبناهم بالشكل ده، هتبدأي ان انتي تحطي عليهم المكون الرهيب والفظيع ده، ده بجد تحفة 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 يا بنات في عجز نمو الشعر، وانا بقول ان المكون ده بالنسبة لي اقوى من الليزر، لان انا استخدمت الوصفة دي قبل ما اتجوز، بجد خلت الشعر يتطاير عندي، بس انا بقى استمريت عليها ما استعجلتش، فادتني نتائج فظيعة. هتبدأي تاخدي نص معلقة من الملح، ملح الطعام العادي جدا اللي احنا بنستخدمه، مش ملح معين، لا انت هتستخدمي الملح اللي انت بتستخدميه عادي جدا ليكي، تمام. بعد ما قلبناهم بالشكل ده، هتبدأي ان انت بقى تحطي المية السحرية بتاعتك دي في التلاجة، تسقع معاكي لمدة نص ساعة، هنحطها في التلاجة لمدة نص ساعة وهي لسه كده زي ما هي، وبعد النص ساعة هرجع اقول لكم هنعمل ايه مع بعض.
بصوا حبايب قلبي، بعد ما النص ساعة عدت وحطيتها في التلاجة لمدة نص ساعة، هتبدأي ان انتي بقى تعملي معايا الخطوة دي. هتبدأي تجيبي اي نوع معجون اسنان متوفر عندك وهتاخدي منه معلقة، بس مش هنحط معجون الاسنان الا لما نحط المكونات بتاعتي تسقع لمدة نص ساعة، وبعد كده هنبدأ ان احنا ندوب معلقة معجون الاسنان بحيث ان هي بس ايه ما يكونش فيها تكتلات من تحت. انا عايزاكي تقلبيها كويس قوي بحيث ان هي تدوب معايا تماما. بصوا حتى هي لسه فيها بصوا تكتلات من تحت، انا عايزاكي بقى تقعدي تقلبي لحد ما تدوب معاكي كويس قوي، ما يكونش فيها اي تكتلات نهائي. بعد كده هنبدأ ان احنا نحط مكون، والمكون ده احنا هنحطه عشان حاجة، عشان الناس اللي عندها جسمها حساس شوية او خايفة من المكونات دي لانها ممكن تحرق بشرتها ولا حاجة، مع ان هي ملهاش اي اثار جانبية، بس الناس اللي عندها بشرتها حساسة اوفر احنا هنحط المكون ده علشان بشرتك ما تتحسس وكمان يديكي نعومة. هتبدأي تجيبي زيت جونسون للاطفال او ممكن زيت زيتون، بس الافضل ان انت في الوصفة دي تحطي زيت جونسون، وهتبدأي تاخدي منه معلقة على اساس زيت جونسون هيبدأ ان هو ينعم جسمك وما يخليش فيه جفاف، وفي نفس الوقت كمان ما يعمل لكيش اي تحسس لو استخدمتي الوصفة او انت جسمك حساس، فهيمنع تحسس جسمك من الوصفة. تمام. بعد حبايب قلبي ما قلبناهم بالشكل دوت، دلوقتي بقى معايا مية اكنك بالظبط بتجهزي لاقوى ليزر هتعمليه لجسمك كله. ده انا بقول ان هو من الحاجات المركزة جدا جدا لإزالة الشعر بدون عودة نهائيا من اي حتة بقى في جسمك، مناطق حساسة، الجسم، الوجه، كل حتة. هتبدأي تستخدمي المية السحرية دي ازاي؟ نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام ونقول هنستخدم المية السحرية دي ازاي. كل اللي انت هتعمليه حبيبة قلبي، المية دي هتستخدم ساقعة، يعني لازم تكون مثلجة، يعني محطوطة كده في التلاجة نص ساعة ساعة، على اساس ان انت تبدأ ان هي تكون ساقعة على جسمك، انا مش عايزاها سخنة خالص. تمام. على فكرة هي ان هي تكون ساقعة دي كمان مش هتخلي البشرة اصلا تتحسس، عشان انا بتكلم للناس اللي بشرتها حساسة. هتبدأي بعد ما تزيلي الشعر يا اما بالشفرة يا اما بالسويت، الطريقة التقليدية العادية جدا جدا، او ممكن تختاري طريقة من الطرق اللي انا كنت عاملاها عندي في القناة بديل للسويت والشفرات، ممكن تستخدميها او ممكن تستخدمي اي طريقة انت بتزيلي منها شعر جسمك. بعد ما هتزيلي الشعر على طول، طبعا مش هتزيل الشعر وتستخدمي المية، لا هتزيل الشعر وتستني ساعتين ثلاثة تكون بشرتك هديت من الإزالة، وبعدين هتاخدي المية السحرية دي وهتبدأي تدلكي بيها الأماكن اللي انت زلتي منها الشعر كويس جدا جدا. هتاخدي كده وتعملي تدليك كويس جدا لجسمك ولوجهك والمناطق الحساسة كويس قوي. بعد كده هتبدأي ان انت تسيبي المية السحرية ديت لمدة 3 ساعات على الجسم وعلى المناطق الحساسة، وعلى لو على الوجه هتسيبيه لمدة نص ساعة بس، انما لو على جسمك والمناطق الحساسة عشان الشعر بيكون فيها كثيف قوي فهنسيبها 3 ساعات. بعد كده هنبدأ نغسل مكانها. هتستخدميها 3 ايام ورا بعض بعد ازالة الشعر. من اول مرة هتلاقي الشعر بدل ما كان بيطلع كل 15 20 يوم هيبقى بيطلع كل 6 شهور، هتبص تلاقي الشعر طلع خفيف قوي قوي، يعني لو انت عملتيها من اول مرة هتلاقي الشعر طلع بنسبة 80% متطاير. بعد كده هتستخدميها المرة اللي بعدها هتلاقي الشعر عندك بدأ يختفي ومش هينبت تاني. هتستعمليها وهتلاقي منها نتائج هايلة. يا رب اكون قدرت افيدكم، اشوفكم على خير والسلام عليكم.